فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفريش، كما عودناكم نقدم لكم فقرات متنوعه وتمارين رياضيه ونصائح عن التغذيه. اليوم ان شاء الله موضوعنا راح يكون عن المراحل العمريه بالنسبه حق الشاب او الفتاه. طبعا بالنسبه حق المراحل هذه من اهم المراحل اللي لازم الشخص ان يقضيها تغذيه سليمه، يتابع المرحله هذه لانه راح يحصل فيها طبعا تغير سلوكي من حيث الاكل والامور هذه، فبالتالي لازم ان نتبعها او تبني على طريقه صحيحه، لان من مراحل عمريه تقريبا من 9 الى 13 يحتاج تقريبا الشاب اللي هو 2279 سعره حراريه على اساس انه يحرق، واما البنت تقريبا اللي هو راح يكون 2079 سعره حراريه. اما بالنسبه للامور هذه لازم انت عندك طبعا كميه الاكل راح تختلف معاك كل ما زاد العمر، بمعنى من بعد لما يوصل العمر من 19 الى من 13 عفوا الى 19 فراح يكون هنا عندك 4000 بالنسبه حق الشاب، اما البنت راح يكون النص تقريبا 2000 سعره حراريه. فبالتالي هنا لازم انت تتجه حق الامور الغذائيه اللي هي متنوعه، مثلا عندك البروتين اللي هو يكون مثلا بالدياي، وعندك بالعدس، عندك باللحم ايضا، عندك بالشوفان، فالامور هذه كلها لازم انك تتبعها. طبعا الابتعاد عن اللي هو الوجبات السريعه، الامور اللي فيها سكريات واملاح عاليه، لا يتجه حق الامور اللي فيها فيتامينات والمعادن على والاملاح المعدنيه، هذه يبتعد عنها اللي هي العاليه، ولكن لازم انه يدخل الاحتياج الجسم نفسه من الفيتامينات نفس ما ذكرت لك، المعادن، البروتينات، الكربوهيدرات. الكربوهيدرات عندك طبعا العيش، عندك البطاطا الحلوه، فالامور هذه او ايضا كثره شرب الماء، الابتعاد عن السكريات، الاكل فيه سكريات عاليه، الدهون العاليه، لان هذه ممكن تسبب له مثلا ضعف بالمناعه او ممكن يحوشه السكر، فالامور هذه تبتعد عنها، تجي حق الغذاء السليم. الاكل اللي دائما اللي تشوف مثلا عندك لو فات مكتوب عليه، لو كالوري، لو كارب، هذه الاشياء راح تكون اللي هي تنفع الجسم، لان هذه تعطيك تقريبا احتياج الجسم ولو انه كان ناقص نوعا ما، ولكن ما راح تخزن لك فات او تسبب لك ضعف بالمناعه، فهذه الامور هي تقوي لك المناعه نفسها، فيبني الجسم على الشكل السليم. فبالتالي ركز على الاكل السليم، ابتعد عن الامور اللي يكون فيها مثلا تركيز عالي بالدهون والسكريات، وحاول ان الاكل ما يكون قليل خصوصا بالفئه العمريه، لان الفئه العمريه هنا تحتاج اكل، فتره النمو، فتره المراهقه، ففتره المراهقه تحتاج اكل. كل ما انك اكلت ولكن كميات معتدله مو كميات عاليه، يعني مثلا قسم وجباتك مو مشكله حتى لو كميات عاليه، ولكن تقسيم الوجبات، يعني انا مثلا ما اتريق ومثلا اتغدى الوجبه مثلا تكون كبيره او كميه كبيره، فبالتالي انا هني صحيح اني فت نفسي وبنفس الوقت ضريت نفسي، لاني انا لا راح اكل بعدها وجبه والاكل المتبقي راح يتحول فات، فبالتالي انت لما تقسم اكلك هني راح تقدر تاكل اكثر من وجبه، الجسم نفسه ياخذ احتياجك كميه الاحتياج اللي هو يحتاجه. ف اتجه على نظام معين، جدول معين، وايضا هم ان الرياضه راح تساعدك ان توصل حق الهدف اللي انت تبيه. اتمنى ان الجميع يستفاد من حلقه اليوم ان شاء الله، تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم اللي هو تمرين عبارة عن تمرين تجديف، اللي هو مع الجهاز الموجود بخلفي اللي هو جهاز التجديف، عبارة عن تمرين راح يحرك لك الجسم بالكامل. طبعا هذا الجهاز شنو ميزته؟ ميزته أنه يحرك لك سعرات حرارية أكثر فأكثر، يحرك الجسم بالكامل من الرجل إلى الأكتاف، فبالتالي راح دام أنت حركت أكثر من عضلة بوقت واحد معناته أن سعرات حرارية راح تحترق معك أكثر. والجهاز ميزته أن عندك، شوف لاحظ أن الجهاز هني حاط لك عليه المستوياته، مستويات التجديف، بمعنى أنه شنو؟ من مستوى واحد إلى مستوى 10، هني التجديف راح يصير أثقل معك، فلما تسحب السحبة تصير أثقل، فأنت قاعد تبذل جهد زيادة، لما تبذل جهد زيادة راح تحرق لك سعرات حرارية أكثر. أنا حط على المستوى الثالث، راح أبلش معكم بالجهاز نفسه. أثبت رجلي، طبعاً شوف هني موجود عندك حزام عساس ثبت رجلك فيه. آخذ طريقة الجهاز، تسحب، شوف لاحظ أيدي على شكل دائري، من بعدها أرد، شوف لاحظ معاي أصعد، لما أسحب إلى الأعلى، سحبت نزلت، أخلي الجهاز يسحبني، بعدين أسحب جسمي من حيث رجلي، شوف لاحظ معاي سحبت أنزل، الجهاز قاعد يسحبني. طبعا أنا قاعد أسوي طريقة الجهاز على شكل بطيء على أساس أشرح لكم التمرين، ولكن هو المفروض تكون حركتي أسرع عشان أحس طريقة التمرين. شوف لما يسحبك الجهاز حاول انك تفرد ايدك الى الامام، ليش؟ على اساس تشد معاك اللي هي عضلة البيطان، لما يسحبك الجهاز هني راح تشد معاك هذه. مرة ثانية، شوف سحب من الجهاز، اروح معاه الى الامام، اسحب، اروح معاه الى الامام، اسحب على شكل دائري. شوف الرجل ايضا، لما الحين انا سحبت، لما ادز راح ادز ايضا برجلي، فمعناته قاعد تحرك معي عضله الرجل، يعني قاعد احرك جسمي بالكامل. شوف طريقه التمرين، طبعا بالنسبه حق طريقه التمرين هذه نفس ما بينت لكم اياها، لما يسحبك الجهاز حاول انك تروح وياه على اساس يحرك لك عضله البيطان، لما تسحب الى الخلف، فبالتالي جسمك كله قاعد يتحرك، وايضا قاعد تحرك معاك العضله الخلفيه الكتف وايضا عضله الرجل. طبعا تكرار التمرين اكثر فاكثر يحرك سعرات حراريه تزيد الليفل مال الجهاز او مستوى الجهاز، على اساس حركتك راح تصير ابطا ولكن راح تصير اثقل، فانت راح تبذل جهد زياده. اتمنى ان الجميع استفاد من تمرين اليوم ان شاء الله. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده.